بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 39 بعد 100. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل متردد في تفصيل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مع وجود النصوص التي تدل على فضل علي رضي الله عنه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، قوله: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وقوله: أذكركم الله في أهل بيتي، ومثل قوله سبحانه: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، الآية، قوله تعالى: هل أتى على الإنسان، الآية، قوله: هذان خصمان اختصموا في ربهم، الآية. فأجاب الشيخ رحمه الله عن ذلك كله بقوله: يجب أن يعلم أولا أن التفضيل إنما يحصل إذا ثبت للفاضل من الخصائص ما لا يوجد للمفضول مثله، فإذا استويا وانفرد أحدهما بخصائص كان أفضل، وأما الأمور المشتركة فلا توجب تفضيله على غيره. وإذا كان كذلك ففضائل الصديق رضي الله عنه التي تميز بها لم يسرقه فيها غيره، وفضائل علي مشتركة، وذلك أن قوله: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وقوله: لا يبقى في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، وقوله: إن أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر. وهذا فيه ثلاث خصائص لم يسرقه فيها أحد. الأولى أنه ليس لأحد منهم عليه في صحبته وماله مثل ما لأبي بكر. الثانية قوله: لا يبقى في المسجد إلى آخره، وهذا تخصيص له دون سائرهم. وأراد بعض الكذابين أن يروي لعلي مثل ذلك، والصحيح لا يعارضه الموضوع. الثالثة قوله: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا، نص في أنه لا أحد من البشر استحق الخلة لو أمكنت إلا هو، ولو كان غيره أفضل منه لكان أحق بها لو تقع. وكذلك أمره له أن يصلي بالناس مدة مرضه من الخصائص، وكذلك تأميره له في المدينة على الحج ليقيم السنة ويمحق آثار الجاهلية، فإنه من خصائصه. وكذلك قوله في الحديث الصحيح: ادعو أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، وأمثال هذه الأحاديث كثيرة تبين أنه لم يكن في الصحابة من يساويه. وأما قوله لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك، فقد قالها لغيره، قالها لسلمان والأشعريين، وقال تعالى: يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، يقتضي أن من تبرأ من هذه الكبائر يكون منا. فكل مؤمن كامل الإيمان فهو من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي منه. وقوله في ابنة حمزة: أنت مني وأنا منك، وقوله صلى الله عليه وسلم لزيد: أنت أخونا ومولانا، لا يختص بزيد بل كل مواليه كذلك. وكذلك قوله: لا أعطين الراية إلى آخره، هو أصح حديث يروى في فضل علي رضي الله عنه. وزاد فيه بعض الكذابين أنه أخذها أبو بكر وعمر فهربا. وفي الصحيح أن عمر قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. فهذا الحديث رد على الناصبة الواقعين في علي، وليس هذا من خصائصه، بل كل مؤمن
كامل الإيمان يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وهم الذين قاتلوا أهل الردة، وإمامهم أبو بكر. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. وهذا من خصائصه. وأما قوله: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، هذا قاله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما استخلفه على المدينة، فقيل استخلفه لبغضه إياه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا استخلف رجلا من أمته، وكان بالمدينة رجال من المؤمنين القادرين. وفي غزوة تبوك لم يأذن لأحد، فلم يتخلف أحد إلا لعذر أو عاص، فكان ذلك الاستخلاف ضعيفا، فطعن به المنافقون بهذا السبب. فبين له: أني لم أستخلفك لنقص عندي، فإن موسى استخلف هارون وهو شريكه في الرسالة، أفما ترضى بذلك؟ ومعلوم أنه استخلف غيره قبله وكانوا منه بهذه المنزلة، فلم يكن هذا من خصائصه. ولو كان هذا الاستخلاف أفضل من غيره ولم يلحقه يبكي. ومما يبين ذلك أنه بعد ذلك أمر عليه أبا بكر سنة 9، وكونه بعثه لنبذ العهود ليس من خصائصه، لأن العادة لما جرت أنه لا ينبذ العهود ولا يعقدها إلا رجل من أهل بيته، فأي شخص من عترته نبذها حصل المقصود. ولكنه أفضل بني هاشم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أحق الناس بالتقدم من سائرهم. فلما أمر أبا بكر بعد قوله أما ترضى إلى آخره، علمنا أنه لا دلالة فيه على أنه بمنزلة هارون من كل وجه، وإنما شبهه به في الاستخلاف خاصة، وذلك ليس من خصائصه. قد شبه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بإبراهيم وعيسى، وشبه عمر بنوح وموسى عليهم الصلاة والسلام لما أشار في الأسرى في بدر، وهذا أعظم من تشبيه علي بهارون، ولم يوجب ذلك أن يكون بمنزلة أولئك الرسل. وتشبيه الشيء بالشيء لمشابهته في بعض الوجوه كثير في الكتاب والسنة وكلام العرب. وأما قوله من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي موالاه إلى آخره، فهذا ليس في شيء من الأمهات إلا في الترمذي، وليس فيه إلا من كنت مولاه فعلي مولاه. وأما الزيادة فليست في الحديث، وسئل عنها الإمام أحمد فقال: زيادة كوفية. ولا ريب أنها كذب لوجوه: أحدها أن الحق لا يدور مع معين إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان كذلك لوجد اتباعه في كل ما قال. ومعلوم أن علي رضي الله عنه ناجيه الصحابة وأتباعه في مسائل وجد فيها النص يوافق من نازعه، فالمتوفى عنها زوجها وهي حامل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم اللهم انصر من نصره إلى آخره، فهو خلاف الواقع. قاتل معه أقوام يوم الصفين فما انتصروا، وأقوام لم يقاتلوا فما خذلوا، كسعد الذي فتح العراق لم يقاتل معه، وكذلك أصحاب معاوية وبني أمية الذين قاتلوه فتحوا كثيرا من بلاد الكفار ونصرهم الله. فكذلك قوله اللهم والي من والاه وعاد من عاداه مخالف لأصل الإسلام، فإن القرآن قد بين أن المؤمنين إخوة مع قتالهم وبغي بعضهم على بعض. وقوله من كنت مولاه فعلي مولاه، فمن أهل الحديث من طعن فيه كالبخاري وغيره، ومنهم من حسنه. فإذا كان قاله فلم يرد به ولاية مختصا بها، بل أراد ولاية مشتركة وهي ولاية الإيمان التي للمؤمنين. والموالاة ضد المعاداة، ولا ريب أنه يجب موالاة المؤمنين على سواهم، ففيه رد على النواصب.
وحديث التصدق بالخاتم في الصلاة الذي رواه في علي رضي الله عنه كذب باتفاق أهل المعرفة. وأما قوله يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي، فليس في الخصائص بل هو مساو لجميع أهل البيت، وأبعد الناس عن هذه الوصية الرافضة، فإنهم يعادون العباس وذريته بل يعادون جمهور أهل البيت. وأما آية المباهلة فليست من الخصائص، بل دعا عليا وفاطمة وابنيهما، ولم يكن ذلك لأنهم أفضل الأمة، بل لأنهم أخص أهل بيته صلى الله عليه وسلم. وأما سورة هل أتى على الإنسان، فمن قال إنها نزلت فيه وفي فاطمة وابنيهما فهذا كذب، لأنها مكية والحسن والحسين إنما ولدا في المدينة. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله. فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.